الموارد البشريه، انتهينا من البرامج التاسيسي، برنامج الفاونديشن الخاص بادارات الموارد البشريه، وفي خلال اسبوعين هنبدا في برامج التدريب لوحدات او ادارات المراجعه الداخليه والتنقيب، وهذه وحدات او ادارات مستحدثه بالكامل على الجهاز الاداري الدولي. دي تستهدف الى مراجعه او متابعه الاداء الاجراء الاداري والمالي داخل الجهاز الاداري الدولي. بالاضافه الى ذلك احنا النهارده بدانا في تقييم برامج التقييم الخاصه بالقيادات. لدينا داخل الجهاز الاداري للدوله 4000 قيادي.